أخبار وصور وفيديوهات بينشروها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين إننا نقدم لكم كل جديد. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو العرايس روسيات ارتدوا أثواب الزفاف الطويلة وشاركوا في مباراة ودية بمدينة كازان اللي استضافت مباريات ضمن بطولة كأس العالم 2018. العرايس قسموا نفسهم لفريقين، كل فريق بيضم 5 لاعبات، وكان زمن شوط المباراة 15 دقيقة، ولعبت العرايس الروسيات وهم ماسكين أطراف أثوابهم الطويلة على أرضية من الحصى أمام عدسات الكاميرات وأعين المشجعين. ومن كازان لنيويورك فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لسباق الأطفال الرضع وسط أجواء من المرح. ده كان سباق الحفاضات السنوي 9 بنيويورك واللي تنافس فيه 30 رضيع، وفاز بالجائزة الرضيع تيد برادلي. وقالت أم الرضيع تيد إنها فخورة جدا بابنها وإنه لا يمكن التشكيك في موهبة فطرية ما اكتسبهاش من أي حد، لكنه اتولد بيها في إنه يحبو بسرعة كبيرة جدا. قطار ياباني سريع انتشرت صوره على السوشيال ميديا خصوصا بعد دمجه بأحد الشخصيات الكرتونية الشهيرة وهي القطة كيتي. القطار بينطلق من محافظة فوكوكا باليابان، وهو مزود بستاير ومقاعد ومجسمات للقطة كيتي بحيث يمكن للأطفال والكبار التقاط الصور مع الشخصية الكرتونية الشهيرة. القطار من الخارج تم دهنه بالألوان الزاهية الأبيض والزهري بجانب صور لكيتي عشان يكون أكثر تميز عن باقي القطارات. انتشر على الفيسبوك مقطع لرجل في ولاية تاميل نادو الهندية واقف بالقرب من رصيف وبيمارس تمارين رياضية بشكل غريب، وأثناء ممارسته التمارين بيركز نظره على مصباح معلق في السقف، وبعد شوية بيبدأ الرجل في فك المصباح من مكانه، وكل ما تمر سيارات جنبه بيرجع تاني يمارس تمارينه الغريبة وراقب الطريق وتأكد ان مفيش حد شايفه، ورجع يحاول مرة تانية مع المصباح لحد ما فكه وحطه في جيبه، عدل قميصه ومشي كأن شيئا لم يحدث. كان فاكر ان مفيش حد شايفه وما يعرفش ان الكاميرا المعلقة بجوار المصباح صورت كل حاجة. ياسمين الضوي، الحياة في مصر.